سلام، أنا اسمي قمر وعمري 17 سنة. قصتي بدأت من لما كان عمري 15 سنة. أنا كنت أحب ألعب روبلوكس وكنت أتمنى أني أشحن، بس بنفس الوقت أحس ما له داعي أني أشحن، يعني حرام نصرف فلوس على لعبة وبعد فترة نطفش منها ونتركها. كذا كان تفكيري. المهم في يوم من الأيام كنت ألعب ما بالبيوت مثل أي يوم عادي. أنا كنت أحب أصير أم، أكيد تعرفون نظام ما بالبيوت إنك تصيرين أم أو طفلة أو أخت وذي كذا. وأنا ألعب جات بنت كانت ما شاء الله شاحنة النجمة وسكنها واضح إنه غالي وشاحنة مرة كثير. صارت تتنمر علي وتسبني بدون سبب، وأنا ما عملت لها شيء أصلا، بس كنت قاعدة ألعب مع صديقاتي وقلت لها خير تسبي وتتنمري وش سويت أنا؟ الحقيقة أنا إذا أحد سبني بهذه الطريقة والله كنت ما أخليه، بس ما قدرت أسوي شيء غير أني أسبها مثل ما تسبني. أنا بالحقيقة بحياتي ما حد تنمر علي لأني كنت إنسانة عادية، وصرنا نتهاوش أنا وهي. بعدين فجأة قالت لي إنها آسفة وضافتني وقالت لي نصير صديقات. أنا قلت أوكي عادي، وصرنا صديقات وكان اسمها سما. صرنا نلعب مع بعض. خلصت المدرسة والحمد لله أني نجحت بالنسبة مرة عالية، وقلت لأهلي أني أنا نجحت فأبى هديتي أني أشحن روبوكس، وأهلي وافقوا وشحنولي، بس مو كثير يعني، بس شحنولي 80 روبوكس. وأنا كان في بالي سكن، بس الروبوكس ما كان يكفي، فدخلت مابة التبرع وكنت أدخل كل يوم عشان أجمع. بعدين قدرت أجمع 100 روبوكس وسويت الاسكين اللي من زمان مخططة اني اسويه. المهم سما طلبت مني سنابي عشان نتواصل انا وهي، وصرنا كل يوم نسالف مع بعض. صداقتنا صارت مرة قوية. في يوم قررنا انه نتقابل بالحقيقة لانه احنا بنفس المدينة وكمان كنا بنفس العمر، واتفقنا وتقابلنا وقضينا اجمل يوم. مرة كنت مبسوطة لأني قابلتها، هي كانت بنفس عمري يعني نفس جوي وزي كذا. بعد ما بدأت الدراسة فاجأتني ونقلت لمدرستي، ما أوصف لكم كيف فرحت. كنا ما نفترق أبدا طول الوقت مع بعض يعني بستات. في يوم قرروا أهلي أنه ننقل لتركيا بسبب ظروفنا. أنا كنت زعلانة وبنفس الوقت مبسوطة عشان راح أروح لتركيا وأعيش فيها. قلت لها أننا راح نسافر بسبب المشاكل يلي في بلدنا، وهي صارت تبكي ومرة زعلت وأنا كمان، بس ما كنت أقدر أسوي شيء، يعني هذا قرار أهلي مو قراري. ودعنا بعض ورحت لتركيا، وأول ما رحت مرة انشغلت بالمدرسة وقعدت أتعلم اللغة الجديدة ونظبط البيت، يعني كنت مرة مشغولة حتى أني ما صرت أدخل روبلوكس أصلا، ما قدرت حتى أني أمسك الجوال، والتواصل بيني وبين سما مرة قل، يعني بالأسبوع مرة أكلمها يعني بس سلام وخلاص لأني كنت مشغولة مثل ما قلت لكم. مرت شهر وانقطع التواصل اللي كان بيناتنا، يعني لا هي تكلمني ولا أنا أكلمها، وكملت حياتي عادي وصار عندي صديقات. مرت يمكن سنة وأنا نسيتها. في يوم من الأيام بآخر الليل يعني خاص وأنا أبي أنام، وصلتني رسالة من سما كانت تقول هاي كيفك وتسلم علي ومنها الكلام. أنا وقتها كنت نعسانة وكنت خلاص بنام، فقلت راح أرد عليها أول ما أصحى من النوم. اليوم الثاني صحيت الصباح ورديت عليها، وصارت تسألني عن حالي وأنا كمان يعني سوالف عادية، ونسأل كيف يعني صارت حياتي وهي تسألني وزي كذا. قلنا على هذا الحال، كانت تسالف معي شوي كل يوم يومين وزي كذا، ونلعب روبلوكس بس مو مثل قبل، يعني مرت سنة فأكيد راح نتغير كلنا. أنا قلت بيني وبين نفسي إن الله ما كتب لنا إن نصير صديقات، فليش قاعدين للحين نلعب ونسالف مع بعض؟ يعني احنا قاعدين نلعب بدون نفس، يعني واضح انه احنا مو طايقين بعض بس عشان العشرة اللي كانت بيناتنا. في يوم طلبت مني الباس حق حسابي في روبلوكس، انا اعطيتها عادي لان زمان هي كانت تعطيني حسابها عادي، وطبعا خلال هالسنة انا كنت اشحن بين فترة وفترة، يعني حسابي كان مشحون اكثر من اول.
مرت يومين وأنا ما سولفت معاها أو دخلت روبلوكس بسبب الاختبارات. في يوم قلت خليني أدخل روبلوكس وألعب شوي، إلا وأنا أدخل لقيت الحساب ما يدخلني. حاولت مرة مرتين وما يدخلني. بعدين تذكرت إني عطيت لسما الباس حقي، رحت لها على الواتس ولقيتها مبلغتني، وأنا حسبت إنها ما حاطة صورة بس كانت مبلغتني بالحقيقة. رحت السناب ولقيتها مو مبلغتني، وقلت لها أنت غيرت الباس حق حسابي في روبلوكس؟ ردت وقالت أنا وش دخلني. قلت لها أنت الوحيدة يلي أعطيتها الباس حق حسابي. بعدين قالت شوفي في كلام أبي أقولها لك من زمان. قالت لي أنا عمري ما حبيتك، بس لما تحاوشنا بأول مرة أمي شافتني وأنا أسبك وجبرتني إني أعتذر لك وإلا تمسح الروبلوكس من عندي. أنا اعتذرت غصبا عني، وأنا صرت صديقتك وقابلتك لأن أمي أجبرتني، ولا أنا أصلا ما أطيق. بعدين حذفتني من السناب، أنا ما اهتميت للحساب وكلامها أصلا ما كان منطقي لأن بيناتنا كان أكثر من كذا. مرت شهور وجاء لنا خبر إن جدتي مرة مريضة، وكان لازم نرجع للمدينة يلي إحنا كنا فيه أول، وكان عندنا إجازة وقتها. فبعد ما وصلنا لمدينتنا جدتي انتقلت لرحمة الله، وكان عزف بيتنا، يعني كان في ناس مرة كثير عشان يعزوا، وكان في عندنا أغراض ناقصة. وأمي قالت لي إني أروح على السوبر ماركت عشان أجيب الأغراض وزي كذا. وأنا رايح السوبر ماركت شفت السماء كانت جاية للعزاء، لأن أتوقع أمي كلمت أمها لأنهم كانوا يعرفون بعض بس مو مرة، يعني هم عرفوا بعض من أنا وسما يوم تقابلنا أول مرة. أول ما شافتني سما سلمت علي وحضنتني وصارت تبكي وتعتذر مني وتقول لي سامحيني. وقلت لها ليش أسامحك، أمك جبرتك مرة ثانية؟ بعدين حلفت قالت أنا كنت أكذب، يعني أنا كنت بس معصبة منك لأنك نسيتيني وما صرت تسولفي معي زي زمان، ومستعدة أرجع لك حسابك. أنا أصلا ما كنت أبي الحساب لأني أصلا سويت حساب ثاني. أنا خليتها ورحت، والحين صرت أفكر أسامحها أو لا، مرة محتارة. قولوا لي وش أسوي، لأن بعد أسبوعين راح نرجع لتركيا. وبس كان هذا قصتي. صراحة أنا أقول إنك تسامحينها لأنه هي من قهرها سوت زي كذا، يعني يمكن ما قصدها إنها تضرك أو شيء، لأنك يمكن نسيتيها. أنت الاثنين غلطتين أنت الاثنين غلطانين بصراحة، لأنه أنت الاثنين يعني كان صداقتكم مرة حلوة فجأة افترقتوا بدون سبب عشان بس كل واحدة راحت لبلدة ثانية. يعني في كثير صديقات للحين مع بعض، حتى هم أبعد مكان، حتى صديقات الإلكترونيات استمروا أكثر منكم. فأنا أقول إنك تسامحينها، لأنه أصلا سبب إنه ما صرت صديقات مو مقنع، سامحيها ويعني وخلاص. وبس يعني حبيت أقول لك هذا الكلام. وبس كان هذا قصتنا. لو عجبكم القصة لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والإنستغرام. أحبكم، باي. هاي لأصدقائي اللي في الكواليس، حبيت أقول لكم إني صرت ساحبة على القصص لأنه بدأت الدراسة وزي كذا فانشغلت، فأكيد تقولون أنتي ما سحبتي. إيه وأنا ما سحبت طبعا للفيديوهات القصيرة، لأنه أنا أصلا الفيديوهات القصيرة أكون مجهزتها أو أحيانا أختي تساعدني وزي كذا، فالفيديوهات القصيرة أنا ما أسحب عليها. بس يعني أمس سحبت لا فيديو قصير ولا قصة، أمس كنت برا البيت أوكي. فاليوم حبيت إني أقول لكم إن شاء الله ما راح أسحب، وأحاول قدر الإمكان إني أنزل قصص. والله إنه ما تجيني قصص تحمس، يعني القصص اللي تجيني كلها متكررة، وكمان كتير تعليقات يقولوا أنت كل قصصك متشابهة غيري نوعي، بس والله ما تجيني، يعني مو بيدي. أنا ما أحب إني يعني أروي لكم قصة كذب، أنا أحب إني أرويكم قصص حقيقية من المتابعين. فأتمنى إنكم تعطوني قصة جديدة أكشن رعب زي كذا، يعني قصة رعب طويل قصة أكشن طويل، فيلا عنده زي كذا قصص يعطيني. يعني خلاص ماني بالقصص صديقات، كل حساب يعني كل قصصي أغلبها ما أدري إيش فيني أكلج.
كل قصصي أغلبها عن الصديقات، صديقي سوت كذا وصديقي سوت كذا حرفيا. فخلاص راح نبعد عن هذه القصص شوية ونبي نسوي قصة ثانية. أوكي قصص ثانية، فاكتبوا لي في الانستغرام قصص ثانية أو في الإيميل أو في أي مكان اكتبوا لي قصص ثانية، بس إن شاء الله ما تكون قصة صداقة ويرد تكون طويلة لأنه أنا تعبت وأنا أقول لكم أبي قصص طويلة. أوكي إن شاء الله كمان بكرة وبعده 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 راح نزل لكم قصة، راح أحاول قد ما أقدر إن شاء الله، والفيديوهات القصيرة كمان راح نزل لكم. وتابعوني على قناتي الثانية، أنا صورت فيديو إني أتكلم عراقي اليوم كامل، فإن شاء الله راح نزلها الجمعة يمكن، فتابعوني هناك في قناتي الثانية. وتابعوا قناة أختي رانيا وقناة أختي رشا وادعموهم. وبس أحبكم، باي.